بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، نبدأ النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 9 في مادة محاسبة 2. بدأنا في الحلقات الماضية عرفنا يعني إيه تكاليف، وبدأنا تبويب التكاليف وإزاي نفصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة في الحلقة الماضية، اللي هي عن طريق يا إما طريقة الحدين الأعلى والأدنى أو طريقة التحليل الانحدار. بالنسبة للحلقة قلنا بدأنا خدنا أحد التمارين وقلنا التمرين ده نفكر فيه كده مع بعض ونشوف حله إيه. هتيجي النهاردة كده نتذكر التمرين ده مع بعض ونشوف الحل بتاعه. كان بيقول لي هنا إيه؟ إن أمام إحدى المنشآت شركة قدامها بديلين، يا إما تنتج المنتج ألف يا إما تنتج المنتجين باء وجيم مع بعض. المنتج ألف كان تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة منه عبارة عن 20 ريال. البديل الثاني تنتج المنتج باء وجيم، انتاج الوحده الواحده من كل منهما بيكلف المنتج باء بيكلفها 12 ريال، المنتج جيم بيكلفها 17 ريال، سعر بيع كل واحد منهم 18.26. يعني معناها الشركه لو اخذت قرار انتاج المنتج باء هيكلفها 12 هتبيعه ب 18، يعني معناها في مكسب كام؟ تمام، في مكسب 6 ريال. منتج التاني منتج جيم هيكلفها 17 هتبيعه ب 26، يعني معناها كسبانه فيه 9 ريال. افترض كده دلوقتي بالنسبه لتكلفه الفرصه البديله الشركه اتخذت قرار بانتاج وبيع المنتج الف، يعني معناها ايه؟ معناها ان الشركه ضحت بالبديل التاني اللي هو انتاج المنتجين انتاجين ب وجيم وجيم معا. طب يقول لي دلوقتي المطلوب ايه؟ ما هو الحد الادنى لسعر بيع الوحده من المنتج الف؟ الحد الادنى لسعر بيع الوحده من المنتج الف بافتراض ان المنشاه قد اختارت البديل الاول. شركه اختارت انها تشتغل وتنتج وتبيع البديل الاول. البديل الاول اللي هيكلفها 20 ريال، ما ادانيش سعر البيع. قال لي الشركه دي بقى الحد الادنى لسعر بيع المنتج الف كام؟ طب اجيب الحد الادنى ازاي؟ هيبقى الحد الادنى عباره عن ايه؟ تكلفه انتاج هذا المنتج اللي هو المنتج ا اللي هي ال 20 ريال اضيف عليه الارباح اللي انا فقدتها نتيجه عدم اختياري للبديل الثاني. ثاني سعر بيع المنتج ا، سعر بيع المنتج ا هيساوي ايه؟ هيساوي تكلفه انتاج هذا المنتج زائد الارباح الضائعه نتيجة عدم انتاج المنتج باء وجيم اللي بيقول عليها تكلفة الفرصة البديلة. طالما اخترت الف يبقى انا ضحيت بالعائد اللي هيجيلي من البدائل التانية. ايه البدائل التانية؟ ما هو كان بديل واحد. العائد اللي كان هيجيلي منه قد ايه؟ كان هيجيلي 6 ريال من المنتج باء اللي هم عبارة عن ال 18 ريال سعر بيع وناقص تكلفته 12، و 9 ريال من المنتج جيم اللي هو ال 26 ريال سعر بيعه ناقص 17. يبقى علشان الشركة ما تكونش خسرت وعوضت هذه الخساره بالنسبه لها، ليها الربح المفقود بالنسبه لها ده يعتبر بالنسبه لها خساره، كان ربح هيتحقق نتيجه بيع المنتجين باء وجيم 6 و9، يعني كان هيتحقق 15 ريال ربح من كل واحده من باء وجيم. طب دلوقتي اضحت بيها، يبقى سعر البيع بتاع المنتج الف كام؟ هيبقى سعر البيع عباره عن ايه؟ عباره عن تكلفه المنتج الف زائد الربح الضائع نتيجه عدم اختيار البديل الثاني اللي هو باء وجيم. يعني إذا الحد الأدنى لسعر بيع الوحدة من ألف هتساوي تكلفة إنتاجه زائد تكلفة الفرصة البديلة له. إذا تكلفة الفرصة البديلة له عبارة عن إيه زي ما إحنا قلنا؟ عبارة عن الربح المضحى به نتيجة عدم إنتاج البديل التالي اللي هو في الأفضلية، اللي هو عدم إنتاج المنتجين باء وجيم معا. يبقى الحد الأدنى لسعر بيع هيساوي إيه؟ هيساوي تكلفته نعوض عنها اللي هي 20، تكلفة المنتج ألف زائد 18 ناقص 12 اللي هو عباره عن الربح من المنتج باء، زائد 26 ناقص 17 اللي هو الربح من الانتاج المنتج جيم. يبقى الحد الادنى لسعر البيع عباره عن 20 زائد الربح الضائع او المفقود من نتيجه عدم انتاج باء اللي هي 6 ريال، والربح الضائع او المفقود نتيجه عدم انتاج المنتج جيم اللي هي 9 ريال هيساوي 35 ريال. يبقى اذا الشركه لو انتجت المنتج الف وباعت هذا المنتج ب 35 ريال، في الحاله دي هتكون هي عوضت الخساره بتاعتها نتيجه عدم اختيار البديل باء وجيم. يبقى في الحاله ديت الحد الادنى لسعر البيع كام؟
حد الادنى لسعر البيع للمنتج الف عباره عن 35 ريال، يعني معناها ايه؟ ما يقلش عن 35 ريال. طيب. في موضوع بقى جديد هنتكلم فيه النهارده. بيقولوا فيه العلاقه بين تكلفه حجم ربح. تكلفه حجم ربح. بيقولوا عليه في بعض الاحيان تخطيط الربحيه. ومعروف يعني في كان في المحاسبه الاداريه بصفه خاصه عن حاجه اسمها تحليل التعادل. يعني ايه تحليل تعادل؟ وايه اهميه تحليل التعادل؟ ده مهم جدا 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 لاي شركه عند اتخاذ قراراتها. مهم في ايه؟ انا عايز دلوقتي اعرف، انا بدات انتاجي، عايز اعرف هوصل لحجم انتاج كام وحجم مبيعات قد ايه علشان احقق التعادل. يعني تحقق التعادل يعني توصل الى اجمالي ايرادك يساوي اجمالي تكاليفك. اجمالي الايراد يساوي اجمالي التكاليف، يعني معناها الربح بيساوي ايه؟ تمام، الربح بيساوي صفر. امتى احقق التعادل؟ كل شركه في بدايتها تقول احنا عايزين الاول نوصل لتحقيق التعادل، بعد كده نبدا تحقيق الارباح. يبقى بناخدها خطوات. انا دلوقتي فتحت مصنع، بقول للمصنع ده مش عايز على طول احقق ربح، ما حدش يحقق ربح كده على طول، امال بنعمل ايه؟ الاول نغطي تكلفتنا. لما اجي اغطي التكلفه بتاعتي اعمل ايه عشان اغطي التكلفه؟ يبقى لازم يكون اجمالي الايراد اللي عندي اللي انا حققته بيساوي اجمالي التكاليف اللي انا صرفتها. لو اجمالي الايراد بيساوي اجمالي التكاليف اي ان الربح صفر. طب ده كويس؟ اه طبعا، ده جيد جدا بالنسبه لاي شركه. في بدايه اي شركه، الشركه عايزه في بدايتها تغطي تكاليفها سواء متغيره او ثابته. تقول بقى ابيع كم واحده عشان احقق التعادل؟ لان بعد كده اي واحده هتباعها بعد نقطه التعادل هتحقق لها ارباح. يبقى الهدف الاولاني اصل الى التعادل. ايه التعادل؟ ان التكاليف اللي انا بصرفها يجي لي ايراد يغطيها. يبقى اجمالي الايراد بيساوي اجمالي التكاليف، يبقى انا كده وصلت الى تحقيق التعادل، معناها ان الربح بيساوي صفر. بعد كده ما فيش حد عايز الربح بتاعه يبقى يساوي صفر. احنا بنقول ديت كخطوه اولى، بعد كده بقى اتدرج فيها. اي عمليه بيع، اي واحده بتباع بعد نقطه التعادل بتحقق لي ارباح. طب نشوف كده مع بعض يعني ايه بقى تحليل التعادل، وايه العلاقه بين التكلفه والحجم والارباح. ده ملخص للموضوع. وفي كمان حاجه، طب لو شركه عندها منتجات عديده، لو شركه عايزه توصل الى ربح مستهدف، يعني احنا مش عايزين نحقق التعادل بس، نقول والله احنا عايزين نحقق ارباح 100,000 ريال. ابيع كم وحده علشان احقق ارباح 100,000 ريال؟ يبقى انا بالنسبه لي كمان هيساعدني في تخطيط الربحيه. احدد الربح بتاعي المستهدف. عايز احقق ربح مستهدف 100,000. ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ابيع كم واحده؟ مطلوب مني مثلا ابيع 20,000 واحده. طب انا ببيع دلوقتي 10,000، يبقى ابدا اجيب جهاز التسويق عندي، اعمله اعلانات كتير، في مندوبين بيع هيزوروا الشركات التجاريه اللي انا بتعامل معاها ويسوقوا المنتج بتاعي، عشان دلوقتي اوصل الى حجم مبيعات مقداره 20,000. يبقى انا عايز اعلي دلوقتي حجم المبيعات بتاعي عشان اوصل لربح 100,000، يبقى اعمل ايه؟ يبقى دي كلها بتساعدنا في تحليل التعادل. تعالوا بقى كده نشوف العلاقه بين التكلفه والحجم والارباح. مفهوم التعادل عباره عن ايه؟ قال لنا تحليل التعادل عباره عن دراسه العلاقه بين حجم المبيعات تكاليف الارباح. حجم المبيعات تكاليف ارباح، من خلال ما يسمى بتحليل التعادل. نقطه التعادل اللي احنا قلناها عرفناها من شويه عباره عن ايه؟ نقطه التعادل هي النقطه التي يتساوى عندها الايرادات الكليه، يعني اجمالي الايراد مع التكاليف الكليه. اجمالي الايراد يساوي اجمالي التكاليف، اذا وصلنا الى نقطه التعادل. معنى كده ان الربح عند هذه النقطه بيساوي صفر. طب قبل ما اوصل لهذه النقطه يبقى انا بعت اقل من التعادل. طب انا بعت اقل من التعادل هيبقى بالتالي عندي ايه؟ خساره. طب بعت اكتر من التعادل وفي عندي مكسب. اذا نقطه التعادل هي النقطه اللي انا لو وصلت لها لا احقق لا ربح ولا خساره. كل اللي انا عملته غطيت كل تكاليفي. اجمالي ايرادي بيساوي اجمالي التكاليف، لا فيش لا ربح ولا في خساره. طب قبل ما اوصل لهذه النقطه، قبل ما توصل يبقى التكاليف اكبر من الايراد، لسه ما اتغطتش كلها، يبقى في خساره بالفرق بين الاثنين. يبقى لو حجم التعادل والله دلوقتي مثلا لو قلنا قيمه التعادل عشان توصل لقيمه التعادل تبيع ب 50,000 ريال. يبقى قبل ال 50,000 ريال بعت ب 40,000. الله، يعني ايرادك 40 وتكلفتك اللي انت عايز تغطيها 50، يبقى في فرق خساره 10.
طيب لو انا دلوقتي بعت ب 55 والتعادل عندي 50، ده انت بعت اكتر من حجم التعادل المطلوب، يبقى انت كسبت اللي فوق التعادل اللي هو ال 5000. اذا نقطه التعادل عندها الربح بيساوي صفر، لا فيه لا ربح ولا فيه خساره. لكن قبل ما اوصل لنقطه التعادل هلاقي الايراد اقل من التكلفه وبالتالي فيه خساره. طب بعد ما اوصل لنقطه التعادل اي ايراد ما بعد نقطه التعادل معناها ان انا غطيت كل التكاليف والزياده تعتبر بالنسبه لنا ايه؟ تمام، تعتبر اربعه. طيب تعالوا كده ناخد المثال ده ونشوف هنعمل تحليل التعادل ونطلع تحليل التعادل ونشوف ان حجمه قد ايه ونتاكد الاول هل عند نقطه التعادل هل الربح بيساوي صفر؟ نتاكد من الكلام ده. بيقول لنا كميه المبيعات 6000 وحده. خد بالك حضرتك كده كميه. يبقى في هناك باع المفروض ان الشركه باعت 6000 وحده. سعر بيع الوحده 40 ريال، الوحده الواحده تتباع ب 40 ريال. التكلفه المتغيره للوحده 30 ريال. خد بالك التكلفه المتغيره، نرجع للتبويبات اللي احنا قلناها في الحلقات الماضيه. التبويبات بتاعت التكلفه حسب مستوى الانتاج، كنا نقول ايه؟ التكلفه المتغيره للوحده تظل ثابته بالرغم من تغير حجم الانتاج. فهنا قال لي التكلفه المتغيره للوحده 40 30 ريال. معناها ايه؟ اي وحده الشركه بتنتجها بتكلفها تكلفه متغيره 30 ريال. وبيعها بكام؟ بيعها ب 40. معناها ايه؟ في مكسب كام؟ تمام، مكسب 10. المكسب ال 10 ده اسمه ايه؟ اسمه عائد او فائض المساهمه. عائد مصطلح جديد بقى هناخده النهارده، فائض او عائد المساهمه. يبقى فائض المساهمه كده نحفظ مع بعض عباره عن ايه؟ سعر بيع الوحده مطروح منها التكلفه المتغيره، يبقى سعر البيع ناقص التكلفه المتغيره بيدينا هنا حاجه اسمها فائض المساهمه او عائد المساهمه. ده هيفيدني في ايه؟ الوحده بتتباع ب 40، تكلفتها المتغيره 30، معناها ان انا بيجي لي فائض عن كل وحده مقداره 10 ريال بيساعدني في تغطيه التكلفه الثابته اللي هي موجوده عندي 60000 ريال. يعني ايه؟ لو انا بعت وحده واحده فقط هكون عندي فائض المساهمه 40 ناقص 30 10 ريال. الله، طب ال 10 ريال دي هتعمل ايه؟ هتغطي لك جزء من التكلفه الثابته اللي هي ال 60. طب 60 ناقص ال 10 هيبقى 59 990، يبقى معناها ايه؟ باقي من التكاليف الثابته لم يتم تغطيته حتى الان 59990. طب بعت وحدتين يبقى 59000 فاضل 980، وهكذا. معناها ايه؟ ان كل وحده بيتم بيعها بتحقق لي فائض مساهمه، الفائض ده بيساعدني في تغطيه التكلفه الثابته لحد ما اوصل الى حجم معين من الانتاج يغطي كل التكاليف الثابته اللي هي عند ال 60. لو وصلت عندي بعت بضاعة جابت لي ايراد غطى كل التكاليف الثابتة، يبقى في الحالة ديت اصبحت اللي هي الارباح بتساوي صفر، لان الايراد بيساوي اجمالي التكاليف. يبقى اي وحدة هبيعها بعد كده الفائض المساهمة يعتبر كأنه هو صافي الربح. هنشوفها مع بعض. تعالى نعمل قائمة الدخل. انا عندي ايراد المبيعات عبارة عن كمية المبيعات في سعر بيع الوحدة. ايراد المبيعات هيساوي كمية مبيعات في سعر البيع، عدد الوحدات المباعة في سعر بيع الوحدة. عدد الوحدات المباعة عندي 6000 وحدة، سعر بيع الوحدة 40 ريال، يبقى 6000 في 40 هيساوي 240000 ريال. ده الايراد. نخصم منه. هلا انا عندي نوعين تكاليف، متغير وثابت. التكلفة المتغيرة للوحدة 30 ريال. للوحدة. يبقى اجمالي التكاليف كام؟ عبارة عن عدد الوحدات المباعة في التكلفة المتغيرة للوحدة. عدد الوحدات المباعة عندي كام؟ تمام، 6000 وحدة. والتكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة كام؟ 30 ريال، يبقى 6000 في 30 هلاقيها بتساوي 180000 ريال. جميل. يبقى أنا عندي إيراد مبيعات 240000. إجمالي التكلفة المتغيرة 180000. طب ما نطرحهم من بعض. ده هيدينا فائض المساهمة الإجمالي 60000. معناه إيه؟ معناه إن مبيعاتك اللي هم 6000 وحدة حققت فائض مساهمة أو عائد للمساهمة. فائض المساهمة ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 60000 ريال، اللي هو عبارة عن إيه؟ سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. طيب هل ده صفر ربح؟ لا.
ده في عشان تحقق صافي ربح اللي يبقى لازم تغطي نوعين من التكاليف. ايه هما النوعين؟ التكلفه المتغيره والتكلفه الثابته. امال انا لو غطيت التكلفه المتغيره فقط، لو غطيت المتغير فقط يبقى حققت حضرتك فائض مساهم. طب لو غطيت الاثنين، غطيت الاثنين الزياده على كده يبقى صافي ربح. يبقى ما ينفعش ان اقول عندي صافي ربح الا بعد ما اغطي كل التكاليف اللي عندي. اذا صافي الارباح مفيش حاجه اسمها صافي ربح بعد ما اغطي المتغير فقط. لما تغطي المتغير، طب الثابت ده مين اللي هيغطي الثابت ده؟ يبقى اقول لو ايراد مبيعات، لو شلت منها تكلفه متغيره فقط يبقى سعر البيع اجمالي سعر البيع ناقص اجمالي التكلفه المتغيره ده يدينا فائض المساهمه الاجمالي. لو على مستوى الوحده يبقى سعر بيع الوحده ناقص تكلفه المتغيره للوحده يدينا فائض المساهمه على مستوى الوحده. طب طلعت هنا اجمالي المبيعات واجمالي فائض اجمالي التكلفه المتغيره، طرحتهم من بعض طلع لي اجمالي فائض المساهمه. طبعا عندي اجمالي فائض المساهمه عندي كام؟ 60,000. ال 60,000 اللي موجوده عندي ديت بقى الله ده فائض التكلفه ثابته كام؟ 60. يبقى لو طرحتهم من بعض عشان اوصل لصافي الربح، يبقى صافي الربح عباره عن فائض المساهمه اشيل من التكلفه الثابته، طب فائض المساهمه 60 والتكلفه الثابته 60، يبقى الربح بيساوي كام؟ ايوه صفر. معناه ايه؟ لا حققت لا ربح ولا خساره. يبقى كل اللي انا عملته ايه؟ بعت بضاعه 6,000 وحده، حجم المبيعات ده ساعدني فيه تغطيه كل تكاليفي سواء متغيره او ثابته. الشركه بتهدف في بدايتها على ايه؟ انها تغطي الاول المتغير. ده في الشركه بتهدف الى تغطي الثابت الاول. لا ده هي او تغطي كل التكاليف الاول، يا ريت. لا نغطي كل التكاليف خير وبركه. الله، امال احنا عايزين نعمل ايه؟ ناخدها خطوات. هدف الاول ان انا اغطي التكلفه المتغيره. والهدف اللي يجي بعد كده اغطي التكلفه الثابته. اللي بعد كده احقق ربح، يبقى ناخدها كانها مراحل. يبقى اول حاجه اغطي التكلفه المتغيره. يبقى ايراد مبيعات ناقص تكلفه متغيره ده يدينا فائض مساهم. طب فائض المساهم نشيل منه الجزء الثابت يدينا صافي الربح. هنا كان فائض المساهمه عباره عن كام؟ عباره عن 6,000 وحده مضروبه في، لو احنا حبينا نجيبها بقى اللي هي الفائض على مستوى الوحده، على مستوى الوحده الوحده ب40، التكلفه المتغيره بتاعتها 30، 40 ناقص 30 يبقى الفائض لكل وحده 10 ريال. طب انا بعت كام وحده؟ 6,000، يبقى الفائض كام؟ 6,000 في 10 60,000. دي طريقه ثانيه ان انا اجيب بقى فائض المساهمه من غير ما اعمل قائمه الدخل. حققت فائض مساهمه 60,000. طب ال 60,000 تكلفه ثابته 60,000، يبقى اذا الربح بيساوي صفر. طب لو حبيت دلوقتي بقى احقق حجم الايه؟ التعادل، تحديد نقطه التعادل. نقطه التعادل بقى احنا وصلنا هنا صدفه. مش كل التمرين هنجيبه كده صدفه يعني، مش هنشتغل بقى في الواقع العامل صدفه، امال ايه؟ لا، في عندك معادلات. انا لازم اخطط. اخطط واقول والله لازم لي كام وحده ابيعها عشان احقق التعادل. طب انا عايز احقق ربح كام بعد التعادل؟ ابيع كام واحده؟ يبقى هنا في تخطيط للمستقبل. لازم يكون حاطط عندي خطه، جهاز التسويق عندي يشتغل، جهاز الانتاج عندي يشتغل، يبقى اشوف حجم الطاقه الانتاجيه قد ايه، حجم الطاقه التسويقيه اقدر اسوق من الانتاج ده قد ايه، وبناء عليها يبقى في عمليه تخطيط. عشان كده محاسبه التكاليف بتساعدني في عمليه التخطيط. الجزء اللي احنا بناخده دلوقتي كده داخل ما بين محاسبه التكاليف والمحاسبه الاداريه. فبيقول لي هنا نقطه التعادل بقى عشان اجيب نقطه التعادل عباره عن ايه؟ قال نقطه التعادل ممكن تجيبها بالوحدات وممكن تجيبها حضرتك بالكميات. بالقيمه، يعني الوحدات اللي هي بالكميه او بالقيمه. طيب بالكميه معناها ايه؟ لازم لك كام وحده تبيعها عشان تحقق التعادل. يعني ايه التعادل برضو ثاني؟ اغطي تكاليفي كلها متغير وثابت، يعني الايراد الاجمالي بيساوي التكلفه الاجماليه، يعني الربح بيساوي صفر. علشان اوصل لان الربح بيساوي صفر المرحله الاولى، وبعد كده افكر في الارباح. عشان اوصل ان الربح بيساوي صفر اغطي كل تكاليفي اعمل ايه؟ نجيب الاول كميه مبيعات التعادل او حجم مبيعات التعادل. يبقى ده يدينا بالكميه، طب انا عايزها بالقيمه، لها معادله ولها معادله. يبقى حجم مبيعات التعادل لو انا عايز بقى اعرف كام وحده ابيعها احقق التعادل هتساوي التكلفه الثابته اقسمها على فائض المساهمه للوحده. يبقى التكلفه الثابته على فائض المساهمه للوحده هيدينا حجم التعادل، او يدينا كده عدد الوحدات اللازمه لتحقيق التعادل. طيب الفائض ده بجيبه ازاي؟ فائض المساهمه للوحده ده بجيبه ازاي؟ زي ما قدامنا اهوت، عباره عن سعر بيع الوحده ناقص التكلفه المتغيره للوحده. يبقى اذا سعر البيع ناقص التكلفه المتغيره ده يدينا فائض المساهمه. يبقى في الحاله ديت
ممكن اعمل المعادلة دي بطريقة تانية، اقول له حجم التعادل ده بيساوي ايه؟ في كل الاحوال التكلفة الثابتة في البسط. نيجي للمقام. المقام كنت بتقول لي فيها الاول ايه؟ فائض المساهمة على فائض المساهمة للوحدة. طب ما نشيل فائض المساهمة للوحدة واكتب ما يساوي هذا الفائض. فائض المساهمة للوحدة بيساوي ايه؟ بيساوي سعر بيع الوحدة مطروح منه التكلفة المتغيرة للوحدة. يبقى اذا حجم التعادل تكلفة ثابتة على فائض المساهمة. تكلفة ثابتة على فائض المساهمة، نحفظ مع بعض. طب فائض المساهمة بيساوي ايه؟ بيساوي سعر البيع مطروح منه التكلفة المتغيرة للوحدة. كل ده على مستوى الوحدة. لو قلناها بطريقة تانية، حجم التعادل هيساوي ايه؟ هيساوي التكلفة الثابتة مقسومة على هو فائض المساهمة. اتفقنا قلنا بيساوي ايه؟ بيساوي سعر البيع للوحدة مطروح منه التكلفة المتغيرة للوحدة. يبقى يا اما اقسم على طول على فائض المساهمة احسبها في حسبة خارجية، يا اما اقول له عبارة عن سعر بيع الوحدة مطروح منه التكلفة المتغيرة للوحدة. لو طبقنا على المثال اللي احنا خدناه من شوية، حجم التعادل، تعال بقى قول لي حجم، يبقى التكلفة الثابتة على فائض المساهمة للوحدة. طب التكلفة الثابتة كانت عندي كام؟ عبارة عن 60,000 ريال على فائض المساهمة. قلنا فائض المساهمة يا اما احسبه حسبة خارجية يا اما اكتب ما يساوي فائض المساهمة. فائض المساهمة بيساوي ايه؟ بيساوي سعر البيع مطروح منه التكلفة المتغيرة. يبقى عبارة عن 60,000 مقسومة على 60,000 هي التكلفة الثابتة مقسومة على فائض المساهمة اللي هو 40 ناقص 30 هيساوي 6,000 واحدة. الله، ده أكد كلامنا اللي قبل كده. احنا عملنا قبل كده قائمة الدخل، لقينا ناتج قائمة الدخل في الآخر صافي الربح بيساوي صفر. طلعت صدفة قدامنا. خلاص؟ الربح في الآخر ساوي صفر. الصفر ده طلع لما بعت كام واحدة؟ لما بعت 6,000. ما كناش خدنا لسه حجم حاجة اسمها قيمة التعادل ولا حجم التعادل. بعنا 6,000، الربح كان صفر، تمام، يبقى هو ده حجم التعادل. يبقى هنا حجم التعادل ده أكد لنا. عملنا قائمة الدخل. قائمة الدخل اشتغلناها عادي عبارة عن إيراد مبيعات. شيل منها التكلفة المتغيرة، يدينا فائض مساهم. شيل منها التكلفة الثابتة، يدينا صافي الربح أو صافي الخسارة. لقيت صافي الربح بيساوي صفر، معناها إن حجم المبيعات اللي هو 6,000 وحدة هو الحجم اللي بيحقق لي التعادل. هنا جبنا بقى قيمة المبيع، حجم التعادل بمعادلة، قلنا عبارة عن ايه؟ تكلفة ثابتة مقسومة على فائض المساهمة، ايوه تمام، للوحدة. طب فائض المساهمة للوحدة بيساوي ايه؟ بيساوي سعر البيع ناقص التكلفة الثابتة المتغيرة، التكلفة المتغيرة للوحدة. سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة، دي يدينا فائض المساهمة للوحدة. قسمناها على بعض طلع لي 6,000. يبقى معناها هنا 6,000 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حجم الايه؟ عبارة عن حجم التعادل. يبقى حجم التعادل عندي هنا عبارة عن ايه؟ حجم التعادل عبارة عن 6,000 وحدة. 6,000 وحدة، يبقى انا حققت التعادل عند قيمة او عند حجم 6,000. عايز اتأكد من صحة الحل بتاعي. احنا اتفقنا قلنا ايه؟ حجم التعادل المبيعات حجم المبيعات بتاعت التعادل عندها اجمالي الايراد يساوي اجمالي التكاليف. طيب اجمالي الايراد يساوي عبارة عن عدد الوحدات اللي هو 6,000 في 400 في 40 اللي هو سعر البيع، هي 240,000 ريال. ده اجمالي الايراد. لو سوى اجمالي الايراد ده اجمالي التكاليف، يبقى خلاص بقى احنا حققنا التعادل. طيب اجمالي التكلفة هتساوي ايه؟ هتساوي جزء ثابت زائد جزء متغير. جزء ثابت زائد جزء متغير. الجزء الثابت كان عندي عبارة عن 60,000 ريال. طب المتغير عبارة عن عدد الوحدات اللي هم 6,000 وحدة في 30 هيبقى 180,000 ريال. يبقى 180,000 ريال ثابت و 60,000 متغير، اجماليهم كام؟ 240. يبقى اجمالي تكاليفي ثابت ومتغير 240,000، واجمالي ايرادي كام؟ 240,000. يبقى في الحاله ديت اجمالي الايراد سوى اجمالي التكاليف، اذا الربح بيساوي صفر، اذا حققت التعادل. النهارده اتكلمنا على جزء مهم جدا وهنتابعه في الحلقات القادمه، اللي هو كيفيه تحديد حجم التعادل، وايه هي نقطة التعادل، وازاي احقق التعادل، وايه اهميتها في الواقع العملي. يهمني ان اعرف حجم عند التعادل الارباح تساوي صفر. عند التعادل ارباح بتساوي صفر. عند التعادل اصل الى اجمالي الايراد يساوي اجمالي التكاليف. اجمالي التكاليف ليه ايه؟ اجمالي التكلفة الثابتة والمتغيرة. خدنا كمان ان الايراد ناقص التكلفة المتغيرة عبارة عن فائض المساهمة. لو على مستوى الوحدة سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة بيدينا فائض المساهمة للوحدة. إن شاء الله نشوفكم الحلقات القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.